مساء الخير على كل مشاهدي قناة الحدث اليوم، مساء الحب والتفاؤل والأمل. أول فقرة النهاردة معانا في ضجة شيمو حاجة كلنا بنحبها، مفيش حد مش يعني ما بيشوفش برجك اليوم. بس النهاردة احنا مش هنتكلم بقى عن التوافق أو عن كل برج مثلا وصفاته والكلام ده، لأ احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا في الأبراج، وهو الصفة السلبية في الحب في كل برج. كلنا بنحب، مفيش حد ما بيحبش. هنشوف كل برج أصعب صفة موجودة فيه إيه أو الصفة السلبية. ومعانا ومعاكم النهاردة الدكتور محمد أبو زيد خبير الأبراج، نورتنا. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. إحنا زهقنا بقى من التوافقات وصفة كل برج والكلام ده، فقلنا إن إحنا النهاردة هنتكلم عن أصعب صفة في الحب في كل برج. تواجه الشخص اذا ارتبط بكل برج. لو انا دلوقتي مثلا يعني احنا هناخدها برج برج. تمام. لو احنا ابتدينا ببرج الحمل. تمام. لما لو انا ارتبطت بحد من برج الحمل، ايه الصفه الصعبه او السلبيه اللي قابلها فيه؟ خلينا نقول الشك والعصبيه او الاندفاع. دي مشكلة برج الحمل، ما بيعرفش يعمل كنترول على الصفات دي تحديدا. بما انه مثلا برج ناري عشان كده. بما انه برج ناري مندفع وشكاك بطبعه، يعني برج الحمل من الابراج اللي هي ابراج شكاكة. تمام. فده بيخنق الطرف الاخر في التعامل او الارتباط معاه. تمام. لو نقلنا بقى رحنا على برج الثور، برج الثور التحفظ الشديد والعند الشديد. انا بس قبل ما اتنقل من برج الحمل، مثلا لو انا عايز اعرف اكتر برج يمشي معاه بقى، بما ان قلنا مثلا العصبيه والعند وكده، بما انه برج ناري. هو الاسد، بس الاثنين هيجننوا بعض وقت العصبيه. الاثنين ناري هيجننوا بعض، بس هما الاثنين يعني بيعرفوا ان هما يصالحوا بعض، يراضوا بعض زي ما احنا بنقول كده. طيب. في كيمياء، يتماشوا مع بعض. تمام. ندخل على برج الثور. التحفظ السلبية. التحفظ الشديد زياده عن اللزوم. والعند برضو عنيد قوي، راسه زلطه. احس ان انا مش قادر اقنعه. انا اعرف ناس شخصيا برج الثور بالظبط كده. برج الثور مقتنع بحاجه وهي غلط، صعب ان انا اغيرها. تمام. احنا مرتبطين، لازم ناخد وندي عشان الدنيا تمشي. ده حقيقه صح. دي بتغيب شويه في شخصيه برج الثور. طب ندخل على برج الجوزاء. برج الجوزاء ده معروف بالشخصيات المتعدده، هو صح؟ شخصيتين جوزاء، يعني شخصيتين. تمام. الجوزاء تقلب المود، سرعه تقلب المود. انا النهارده مرتاح معاك، بكره ماناش مرتاح معاك. النهارده شايف ان انت الشخص المناسب ليا، بكره مش شايفك المناسب ليا. طبعا دي هتتعب اي حد في حياه برج الجوزاء شهور يعني اكيد. السرطان بقى الحساسيه الزياده عن اللزوم. سرطان بعد الجوزاء. بالظبط كده. الصفه السلبيه اللي موجوده فيه لما بنحب حد من برج السرطان. بالظبط بقى، ان انا ممكن اتعامل بعفويه مع برج السرطان فياخدت على انها قله تقدير او تهميش. تمام. او عدم اهتمام. ممكن بقى انا اتهم ان هو برج نكدي، خاصة الستات. مع ان برج السرطان برج حساس جدا وحنين جدا، بس زيادة عن اللزوم شوية. تمام. يعني دايما بنقول عايز ام حنينة عليك واولادك، انسى برج السرطان. برج من احن نساء الابراج. هو الابراج المائية اصلا ابراج حنينة. بالظبط كده، ولكن بدرجات. يعني ابراج مائية اللي هو حوت وسرطان وعقرب. حوت وسرطان وعقرب. ابراج حنينة. بالظبط كده. طيب الاسد بقى، وتوصف الاسد. عينيا حاضر. اكتر صفه سلبيه لو انا حبيت حد من برج الاسد ايه؟ الانا العاليه، الاحساس بالنفس، نوع من انواع الذهب. تمام. برج الاسد صعب يعتذر لحد حتى لو اخطا. نفسه عزيزه شويتين ثلاثه كده. بالظبط، بس زياده عن اللزوم بقى. وانثى الاسد تحديدا صعب قيادتها، ودي المشكله. لازم رجل قوي الشخصيه يملى عينها تقتنع بيه، وعشان تبدا تفكر في كلامه مش تسمع كلامه. تمام. فدي مشكلة. رجل الأسد برضو عنده نوع من أنواع الزهو العالي زيادة عن اللزوم. دي الصفة اللي هي الأنا العالية. تعتبر الأبرز، تعتبر الأبرز. إضافة بقى على العصبية برضو، إن هو برج عصبي. هي دي حقيقة، برج الأسد في عصبيته ما حضرتك الدنيا. برج أسد وأدرى بقى. أنت أدرى. أيوة برج أسد، بس والله العظيم طيبين. يعني لا، هو من داخله يعني طيب القلب. الناس بتقول لك شايف برج الأسد طيب. هو هالة بس منظر، ولكن من داخله طيب القلب جدا. طيب. برج حساس كمان. طبعا. بس مش زي السرطان طبعا. لان ده برج ناري وده برج مائي تقريبا. بتفرق الحته بتاعت مائي او ترابي او ناري كده، صح؟ الموضوع بيمشي بدرجات. الابراج المائيه هي اعلى الابراج، رجل او امراه احساس. تمام. واكثرهم انتقاما برضو، عشان بيخزنوا في القلب. بيشيل بيشيل بيشيل. الاسد ممكن ينسى.
قلبه ابيض، ما عشان كده بنقول قلبه والله ابيض. والله العظيم احنا قلنا كده البروجريس ده، ناس طيبين مش مصدقين ما حدش يصدق، بيخافوا من الهاله اللي حواليه بس. دي حقيقه. طيب برج بقى العذراء، ندخل على العذراء. برج العذراء البحث عن المثاليه، وانا قلتها وانا كتير، وانا اصلا عمالين يقولوا لي العذراء. حتى وانا بتكلم في حلقات كتير على اليوتيوب بقول المثاليه. العذراء بيدور، عايز كل حاجه تمام، ما فيكش غلطه وما فيش حد كامل، ما فيش انسان بالظبط كده، يعني شخصيه بيرفكت. فيبدا العذراء يسيب كل المميزات اللي فيك ويمسك في العيب الوحيد اللي فيك، فيتعبك ويتعب نفسه. دي مشكله برج العذراء. كمان انتقاده، برج العذراء بينتقد، ما يعرفش يشوف حاجه غلط وما يتكلمش. تمام. ولكن ما بيزوقش الكلام، ما عندوش صنع تزويق الكلام، فيخنقني انا بقى. ومن الاسباب اللي تخلي مثلا علاقه العذراء بالاسد متوتره هي النقطه دي. الاسد حاسس بنفسه، يرتبط بعذراء هينتقد ويديله فوق دماغه. تمام. فتتوتر يعني الاسد والعذراء مع بعض ما فيش خالص، لا توافق يعني. صعب جدا، واحد شرقي والتاني غربي، ولا حتى 1% يعتبر خلف خلاف في كل حاجه. من اصعب التوافقات، ولكن مش مستحيله. نتنازل شويه تمشي الدنيا، تمشي. هو بص، التنازل عامة بين الأشخاص أو بين الطرفين بتسهل العلاقة وبتخلي إن في ود، في محبة. ده أكيد طبعا. وبعدين بنتكلم عن الحب عامة دلوقتي. طيب برج الميزان، التردد. برج الميزان حتى لو رجل عشان يرتبط عنده حتة التردد شوية. تمام. كويسة لا مش كويسة، أنا غلطان لا مش غلطان، أعتذر لا مش هعتذر. فما تحسيش وأنت في حياة برج الميزان أنت واقفة على أرض ثابتة، وانت تحس القرارات بتاعته مزبزبة شوية. ولكن هو فيه مميزات كتير قوي، يعني هو برج جذاب، اتراكتف يعني، جذاب بشكل كبير قوي برج الميزان. وبرج دبلوماسي بالصفات اللي انت بتقولها دلوقتي. برج الميزان تفرح ولا هتشمت؟ يقول لي مستقبل برج الميزان. الميزان دبلوماسي كمان. من الحاجات الكويسة قوي فيه ان هو برج دبلوماسي قوي. تمام. ويعني لسانه فيه حلاوه في الكلام، لذلك تلاقي شعبيته كبيره ومحبوب زي الجوزاء كده. بس هو وحتى انثى الميزان انثى ناعمه، انثى صاحبه قوه ناعمه كبيره قوي، لذلك تجديها مطلب لكثير من الشباب والرجال يعني. انثى الميزان. بالظبط كده، هي الانثى انثى بالظبط كده، ولكن بيختلفوا برضه. طيب ندخل على برج العقرب. اكتر صفه فيه سلبيه في لو دخل علاقه. شك العقرب اعلى بمراحل من شك برج الحمل، اذا الشك والغموض. انا لما ابقى مرتبط بحد ببقى عايز افهمه وابقى عايز قريب منه. تمام. طب شعوري ايه لو انا لقيت ان هو في سراديب كتيره في شخصيته وابواب كتيره مقفوله ما اناش عارف ان انا ادخل لها؟ انا مرتبط بشخص ما اناش فاهمه، طبعا دي ما بتعجبش الطرف الاخر. تمام. تبقاش مريحاه، فيعتبر دول اسوأ اتنين، اضافه للانتقام بقى. ما احنا قلنا الابراج يعني المائيه اعلاها في الانتقام. اعلاها في الانتقام هو برج العقرب. تمام. هنتقم لو بعد 100 سنه. هو يعتبر من اقوى الابراج يعني، برج العقرب قوي جدا، من اقوى الابراج جدا. هو الغلبان برج القوس، واقع بين اتنين من عمالقه الابراج، العقرب والجدي. بين العقرب والجدي القوس اللي احنا هندخل عليه دلوقتي. لا خلينا في العقرب الاول. طب لو العقرب دخل علاقه، انت قلت سلبيته يعني الحاجه الوحيده السلبيه اللي فيه، مش الحاجه الوحيده، ابرز حاجه، ابرز حاجه موجوده فيه. طيب يقدر ان هو يتوافق مع مين من الابراج عشان العلاقه تمشي؟ يتوافق مع السرطان، حلو قوي. تمام. ويتوافق مع برج الحوت، ويتوافق مع الثور، دول اعلى ثلاث ابراج يتوافق معاهم. عقرب مع عقرب صعب. يقتلوا، لانها اصل الاثنين اقوياء، مبروم على مبروم بقى، ما يلفش. لا ما ينفعش الاثنين مع بعض. طيب برج القوس. برج القوس حته التسرع في بدء العلاقه وفي نهايه العلاقه وفي الحكم على الطرف الاخر. تمام. يعني برج القوس ممكن مثلا يشوف حد يقول انا حبيته، تاني يوم يعمل معاه موقف بسيط يقول لا انا هسيب، وبعدين يرجع يستسمع. يعني برج القوس بيحب في ثانيه ويكره في ثانيه. اكتر برج متسرع في الابراج كلها. تمام. فكمان يحكم عليا بسرعه، ممكن انا ما اعملش غلط يقول لي لا ده غلط، طب ندرس كده ونتكلم ونتفاهم. الحته يعني دي غايبه، التسرع ده رقم واحد في برج القوس بالظبط كده. تمام. وكمان مش رومانسي قوي، يعني حته بقى الحب والدباديب والحاجات دي هتلاقيها غايبه في شخصيته. انا عندي اثنين برج القوس في العيله والله. لو هو سي مثلا ارتبط بانثى حساسه زي السرطان، تفشل العلاقه. لذلك نقول العلاقه فيها توتر بين القوس والابراج المائيه عامه، باعتبارهم اعلى الابراج رومانسيه. بيبقى عايز برج مائي زيه مثلا؟ برج القوس ناري.
ما انا عارفه ان هو القوس حلو مع الحمل والاسد بالظبط كده. ابراج ناريه زي والابراج الهوائيه كويس معاها. انما ترابين مائيين العلاقه متوتره قوي بينهم، صعب. طيب برج الجدي. برج الجدي عدم التنازل. يعني برج الجدي ما بيتنازلش خالص. عشان نكمل انا وانت مع بعض، تنازل غير كده كل واحد من طريق هو يرفض ويدوس تماما. على قلبه ويدوس على قلبه. ودي مشكلته. في ابراج اذا حبت بجد ما تعرفش تعمل كده. الجدي ممكن يعمل كده، انه يتنازل عن حبه عادي بس ما يقولش يعني ايه، ما يتنازلش بالظبط كده. تمام. عدم التنازل مشكله ازليه. وكمان ان هو برج بيدي الحياه العمليه اكتر من الحياه العاطفيه. يعني دائما مواليد برج الجدي وخاصه الرجال الحياه العمليه تيجي على الحياه العاطفيه، فطبعا هيضايق الطرف عملي من ايه، عملي نمبر 1 العمل والماده نمره 1 عنده. طيب برج الدلو. برج الدلو القيود، ان هو برج ما بيحبش القيود. وانا مرتبط متحرر. انا مرتبط بحد عايز اعرف عنه تفاصيل، رحت امتى، خرجت امتى، هترجع امتى، بتعمل ايه، بتكلم ده ليه. برج الدلو عايز مساحه زياده عن اللزوم، لذلك تلاقي برج الدلو من اكثر الابراج اللي ما بتحبش الارتباط بالذات الرجاله. ما بقولك متحرر بس بزياده بقى. لان المفروض انت في شخص في حياتك المفروض ان هو ليه حق عليك، ليه حق عليك ان هو يعرف بعض التفاصيل والمعلومات. فبرج الدلو ممكن ما يسمحش بكده. طيب اخر برج معانا الحوت. الحوت صفه سلبيه لو دخل علاقة حب. الاكتئاب، سرعة الاكتئاب. برج الحوت من الأبراج اللي سهل إن هي تدخل في اكتئاب وتطول. تنكد تطول بقى. بالظبط، ذات الأنثى. بس هي فيها مميزات كتير عشان ما يزعلوش مننا يعني. أنثى جدا، حساسة جدا، معطاءة. وحنينة. بالظبط كده، ولكن إحنا بنقول بقى ما هو مش كله هيبقى حلو. الاكتئاب، سرعة الدخول في الاكتئاب والتطويل فيه. فممكن يتهمها الرجل إن هي نكدية. تمام. من كتر ما بتدخل في مرحله الاكتئاب فبتنكد. بالظبط كده. تمام. طيب ماشي دكتور محمد، احنا كده قلنا اصعب صفه عند كل برج في الحب، وده الموضوع ده حلو جدا. طبعا احنا كده كده هنبقى مع بعض في مواضيع تانية ان شاء الله. بجد ميرسي جدا يا دكتور محمد على تواجدك معايا النهارده. نشكر جدا خبير الابراج دكتور محمد ابو زيد لتواجده معانا النهارده. ميرسي جدا يا دكتور. اشكرك. فاصل ونرجع لكم تاني.